Today we will talk about the third labna la habilishane. So today we will talk about our third lecture. We will cover the third chapter. اليوم راح نتكلم على الفصل الثالث بالكتاب. هسه خلني نبدي بالبداية. بعض الأحيان إحنا ما نعرف معنى الكلمة من ما مر علينا سابقاً، فشلون نقدر نعرف معناها؟ على فكرة أنا هاي الشغلة هواي أسويها بحياتي، يعني من أشوف جملة وكلمة ما أعرفها ما مر علي سابقاً، شلون أعرف معناها؟ أعرف معناها من خلال سياق الكلام. يعني مثلاً هسا عندنا هنا روتيت، احتمال شخص ما مر عليه. ايش يقول؟ هنا الجمله تقول hurricanes rotate anti-clockwise around an eye. هسه احنا نعرف الهوريكين هو الاعصار. فهنا نقدر نستنتج معنى كلمه rotate او لا. أكو واحد يقدر يقول لي معنى كلمة روتيت هنا من خلال سياق الكلام مو هو يعرفها. شنو معنات كلمة روتيت؟ ها طلاب؟ شنو معنى كلمة روتيت؟ يدور بالضبط. شلون عرفناها؟ أول شيء قبلها كلمة إعصار، بعدها عكس عقارب الساعة اللي هو أنتي كلوك وايز. فإذا إعصار عكس عقارب الساعة، إذا معنى كلمة روتيت هي يدور. زين، شنو كجزء من الكلام؟ هو اسم أو فعل أو شنو هو؟ فعل بالضبط، هو فعل. verb، it's a verb. زين، هنا عرفنا what does rotate mean. It means move in a circle. هنا عندنا البنكويشن اللي هو الستوب، الستوب والماركس اللي نضيفها للجملة، نضيف بها شغلات. مثلا البوزيشن، شنو البوزيشن؟ البوزيشن هو التملك. احنا سامعين كل احنا اس الشخص الثالث اللي هي احنا نسميها اس التملك. يعني هنا عندنا الاكزامبل ذا بويز كمبيوتر، يعني شنو تعني؟ تعني هيز كمبيوتر، معناها هاي حاسبته. الكونتراكشن الجزء الثاني من البنكويشن اللي احنا اليوم راح نتكلم عنه هو المختصرات. احنا من نقول I am ما نقول I am، am نختصر الاي، حرف الاي. does not تصير doesn't وهكذا. هسه هنا عندنا اربع جمل، خلينا نشوفها كلها. احنا نوري got puncture، نوري car is in the garage، نوري is late، have you get نوري phone number. هسه خلينا نتكلم على الجملة الأولى. شنو الجملة الأولى؟ position low contraction، يعني معناها تملك لو فد شيء مختصر من الجملة. نوري's got a bank car. ها بالضبط، مختصر. زين، خلينا نروح للجملة الثانية. نوري's car is in the garage. هنا أنا contraction low position. position تملك، صحيح. خلينا نشوف الجملة الثالثة. نوري is late.
هاي هنا بوزيشن لو كونتراكشن. كونتراكشن الافضل كتبوها بالانجليزي طلابنا بالشات. كونتراكشن زين. خلينا نشوف الجمله الرابعه. Have you got Nuri's phone number? هنا أنا position لو contraction. شون عرفنا position طلاب؟ شون عرفنا هنا position؟ شون عرفنا position؟ لأنه هو جاي يتكلم على تليفون نوري، فإذا هو position ما تقبل غلط. هسه خلينا نشوف هنا put apostrophes in the sentence where is necessary. وين المختصرات او الحركات؟ هسه خلينا نتكلم على الجمله الاولى نحلها كلها احنا. Have you got the girl's book? She is looking for them. هنا أنا وين المختصرات اللي موجوده؟ She is، لا مو she is، لازم هنا نخلي فارز ما بين الشي والاس بالضبط، نخلي كوما، كوما عالية بالضبط. خلينا نشوف الجملة الثانية. حلوا لي الجملة الثانية طلابنا. My favorite seasons are spring and summer. The weather beautiful. The weather's beautiful then. هنا أنا contraction لو الثاني. وين الموجود المختصر؟ هنا عندنا اختصار لو عندنا تملك. وين موجود؟ The weather. بالضبط. هنا أنا تملك لو اختصار. بالضبط. تملك، لا هنا اختصار. اختصار. The weather is beautiful. The weather is beautiful. هنا ما الوذر ما عنده تملك، مو مالك البيوتيفول. فلذلك هو اختصار مو تملك. Contraction بالضبط. Contraction. خلينا نروح للجملة الثالثة طلابنا. The students' exam results were very bad. They all have to retake them. The students. هنا عندنا contraction لو position. بالضبط. هنا عندي فد هنت طلابنا. هنا عندنا قل لا عندي فد هنت لكم. احنا الاس الشخص الثالث هنا ما تشتغل عندنا ليش؟ لان احنا جاي نتكلم على جمله على بلورر اللي هو جمع. ليش؟ they all have to take. بالضبط. خلينا نشوف الجمله الرابعه طلابنا. don't swim today. The waves are huge and they are very dangerous. هنا وين اللي العلامات اللي موجود؟ don't بالضبط. بعد عندنا واحدة ثانية. عندنا واحدة ثانية بالجملة الثانية. بالجزء الثاني من الجملة. don't بالضبط don't. بس عندنا واحدة ثانية همينة. وين هي؟ they are. نعم لازم عندنا punctuation بال they are بالضبط. contraction بالضبط. اثنيناتهم contraction. نجي هسه number five. is the winter month in آسف in the winter month many students go skiing in the mountain. عندنا هنا بانكويشن من اي نوع؟
بجملة رقم 5 شيكوها طلابنا. جملة رقم 5 طلاب. لا month هنا الجمع لأنها أشهر. month هنا أشهر مو طلابنا. جملة رقم 5 ما بها أي تغيير لأن ما بها لا contraction ولا position. خل نروح الجملة رقم 6. Where is the A? Where is Mike's computer? B, I have got it here. هنا عندنا contraction لو position وين موجودات بالجملة A والجملة B. اوكي هاي جملة B. Where is بالضبط. فإذا لازم عندنا يصير البنكشويشن هنا أنا. I have got them. اوكي عندنا بالجملة الأولى Where is Mike's computer. عندنا بعد همينة بعد عندنا واحدة هم نسيناها عندنا position لأن مايكس كمبيوتر كمبيوتر مايك هم لازم عندنا position هنا. فإذا عندنا ثلاث حالات where is اللي هي contraction مايكس اللي هي position وعندنا I have اللي هي also contraction. أوكي بالضبط. هسه نجي هنا هنا عندنا فد روتين معين وانت when you describe a routine use adverbs of frequency to say how often you do something. هسه نجي شنو هنا ال adverbs always وهنا often. always شنو تعني معناها؟ تعني دائما يعني نسبة النسبة دائما 100% أقل من عدها كشيء يحدث اللي هي sometimes. أقل من عدها الأوفن. أوفن يعني 50-50 الاحتمالية مالته. وآخر شيء آخر شيء عندنا النيفر. النيفر معناها أحسبة احتماليته 0%. أوكي أوكي طلابنا طلاب أوكي هسه نجي هنا الرولز هنا الفيرز تو بي. تعرفون الفيرز تو بي طلابنا الافعال تو بي تعرفوها ولا ما تعرفوها؟ الافعال تو بي اللي هي يا افعال از وار وام واز وير هذا يسموها فيرز تو بي. هذا هنا الى عندنا فعل مال الفريكونسي الادفر مال الفريكونسي دائما يجي وين؟ يجي بعدهم. يعني اذا عندنا يوجوالي نيفر سام تايم دائما تجي قبلهم بعدهم اسف. بس اذا عندنا اي فعل اخر غير الفعل افعال تو بي الفريكوانسي يجي قبلها. أعيدها الأفعال to be الالويز والنيفر والأوفن والسمتايمز تجي يمتى؟ تجي بعدهن. لكن أي فعل آخر الالويز والجماعتها تجي قبلها. مفهومة؟ لا مفهومة لو أعيدها. أوكي نجي هسه لهذا الاكسرسايز.
اوكي اقروا لي يا طلاب، اخذوا دقيقتين ثلاثة براحتكم اقروا لي اياه. اكو مجموعة من الأسئلة راح نسأل عليها. على فكرة انا هسه اني ادزل طلاب، راح اوقف الشير مع السكرين على مدى دزلكم اللي شو اسمه، راح اوقف الشير سكرين على مدى دزلكم السلايدات على الشات، وهم راح ادزها لممثل المرحله. وينك ممثل المرحله؟ موجود ممثل المرحله؟ موجود طلاب؟ وصل لكم الباوربوينت مالت اليوم طلابنا؟ وصل لكم؟ لو ادز ممثل مرحله دكتور دز لي واحول لهم على القناه احسن. ان شاء الله دز لي رساله هسه انت. ان شاء الله. وصلت لك ممثل المرحلة؟ وصل لك وصل دكتور، وصل احنا استاذ القدام، وصل للطلاب ان شاء الله. على مودي نحل لك اللي احنا سويه هذا المثال. طلاب إذا أسلمتوا الملف روحوا على سلايد رقم 7 اللي بيها هاي القطعة. طلابنا وصل دكتور سلام. أوكي. روحوا للسلايد رقم 7، سلايد رقم 7 وقروها، ومن تخلصون اعطوني خبر على مود ننتقل للسلايد اللي وراه ونحل المسألة كل اللي احنا سويه. من تكملون خلي واحد يكتب لي بالشات كملنا، او الممثل نفسك قل لي كملنا على مود ننتقل للشسمه.
ها كملتوا طلاب؟ كملتوا لو بعدكم؟ اوكي 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 هسه خلينا ننتقل للمساله اللي وراها. خلنا اشرح لكم شنو موجود هنا. هنا عندنا يجي لك السؤال بمجموعه كلمات احنا لازم نرتبهن حسب تسلسلها بالجمله او بالسؤال. فخلنا نبدي برقم واحد. اول شيء خلنا نسوي السؤال وبعدين ندور على الجواب مالته. فعندنا كلمه do where you study to like. هسه نجي السؤال لازم اول كلمه بي هو مدام عندنا question mark اللي هي علامه السؤال، فاذا هو سؤال فلازم اول كلمه بالسؤال شنو تقول؟ يا هي اول كلمه where زين. بعد الوير لازم شنو لازم ورا بعد الوير؟ دو. فاذا تسلسل الكلام راح تكون رقم واحد وير، رقم اثنين دو، وراها رقم ثلاثه تكون يو، اربعه تكون لايك، خمسه تو، واخر شيء ستدي. فيكون السؤال وير دو يو لايك تو ستدي؟ Where do you like to study؟ هنا أنا شنو جوابتكم؟ At home, in a library or other place. In a library. هسا أريدكم تحلوا لي نقطة رقم اثنين. نقطة رقم اثنين. هنا أنا يوجوالي بس مجرد سؤال لكم، يوجوالي قد احتماليتها يوجوالي؟ يوجوالي احتماليتها فوق 70%، يوجوالي فوق 70%، اوكي؟ بس مو 100%، يعني مو لازم. فوق 70% واقل من 100% يوجوالي. هسه حلوا لي اياها الثانية والله. النقطة رقم اثنين. شلون حلها؟ ها سؤال لكم طلاب اخر. هنا عندنا الفيرب تو بي لو ما عندنا؟ ما عندنا تو بي، فلازم شنو تكون؟ لازم اليوجوالي تكون قبل الفعل. اليوجوالي تكون قبل الفعل، وين الفعل؟ الفعل عندنا دو. يس. وين Do you usually study؟ بالضبط. فإذا حلها يكون when، يعني when تكون أول كلمة بالكلمة، do you، do الفعل، you subject اللي هو الفاعل، you usually study، when do you usually study؟ الإجابة مالته وين؟ رقم اثنين A in the morning، in afternoon، in the evening، و D at night. اوكي. خل نروح الجملة رقم ثلاثة. To study do how prefer you. شنو تكون هنا السؤال؟ How you prefer to study? How you prefer to study? How you prefer to study? خلني نروح للي بعدها رقم أربعة. رقم أربعة. Make you notes do when you study. فشلون تصير جملة رقم أربعة؟ شلون صيغة السؤال من هاي الكلام؟ طلاب هذا تقريبا يعني
العام انا جبت للطلاب واحد من الاسئله كلام مثل هذا وترتيبه كلمات وتترتب على شكل جمله. هسه نجي للنقطه رقم 4. Do you make notes when you study? بالضبط. خلنا نعيدها. Do you make notes when you study? هنا أنا الخيارات always, usually, sometimes, never. Always شنو قلنا احتماليته؟ احتمالية always دائما احتماليته 100%. Usually احتماليته من 75 إلى 100%، أقل من 100%. Sometimes يعني من الصفر إلى 50%. أوكي؟ Sometimes. Never إيش قد احتماليته؟ Never إيش قد احتماليته؟ 0% بالضبط. فهسه خلينا نشوف شنو الحل. حل السؤال رقم 5. آسف always بالنسبة لكم الإجابة مع السؤال 4. هسه 5 شنو السؤال؟ شلون صيغة السؤال مع رقم 5؟ How many hours do you study in a week? How many hours do you study in a week? الإجابة شنو بالنسبة لكم طلاب؟ A 0 إلى 2 2 to 0 hours B 3 to 6 hours C 7 to 10 D more than 10 B يعني 3 ساعات بس ما معقولة 3 ساعات طلابنا يعني واحد أكثر من 10 ساعات يعني لو باليوم ساعتين يصير 14 ساعة خلينا نحل آخر وحدة Let's solve the last one together, which is number 6. Make, do, study plan, how often you a. How often do you make a study plan? شنو إجابتكم طلابنا؟ Never, every week, every day or every week. Okay. Every day, every week. Okay. Okay. ممتاز. هسه هنا اكو عندنا بال we have in English word can be changed to adjective and verb. يعني كلمة نفسها نقدر نشتق منها الادجكتيف مالتها والفيرب. الادجكتيف كنا احنا نعرفه طلاب شنو هو الادجكتيف؟ الصفة والفيرب اللي هو فعل. فهسه نجي اذا كانت عندنا الكلمة snow اللي هي اسم واللي هو اسم للثلج شلون نشتق من اسم الثلج باللغة الإنجليزية صفة الثلوج snowy بالضبط الفعل من المشتق من الاسم snow هو شنو to snow نيجي هسه بالحقل الثاني بالش اسمه عندنا بس الصفة اللي هي windy ويندي تعرفون شنو الويند اللي هي الرياح شنو الاسم اللي اشتقت منه الصفه ويندي ويند رياح زين شنو الفعل اللي ممكن نشتقه من ويند شنو الفعل اللي ممكن نشتقه من فعل من شنو الفعل اللي ممكن نشتقه من الويند شنو هو الفعل تو ويند To wind. To wind بالضبط. هسه نجي. بالحقل الثالث
نعطينا الفعل اللي هو to ice over. هسه خلينا نشتق الاسم the noun from the ice over. Ice. أوكي. شنو الـ adjective من الـ ice? Icy. بالضبط. نجي هسه بالحقل الرابع عندنا rain. تعرفون شنو rain؟ اللي هو مطر. شنو الصفة اللي ممكن نشتقها الـ adjective من rain؟ It's a rainy day. إنه يوم ممطر. شنو الفيرب اللي ممكن نشتقها من rain؟ To rain. بالضبط. الحقل السادس cloudy. Cloudy هو الغيم. فالاسم المشتق من عنده صفة cloudy هو the cloud الغيم، والفعل اللي ممكن نشتق من عنده to cloud over. sun هسه حلو لي sun. شنو الصفة اللي ممكن نشتقها؟ sunny. it's a sunny day. شنو الفيرب اللي ممكن نشتقه من sun؟ to sun. اوكي. هسه بالحقل اللي بعده warm. warm تعرفون بي دافئ. warm. warm نفس هلين ما تتغير. طلابنا زين. الفعل اللي ممكن، لا مو هيت لا warm. heat هسه heat. يبقى مثل ما هو warmed. مثل ما هو warm. الهيت شنو الفعل من عنده؟ hot up أو heat up. أوكي. فوق تعرفون شنو الفوق؟ فوق تعرفون شنو؟ تعرفون شنو معنات ضباب؟ فوقي to fog. الverb مالته يصير to fog. بالضبط. هسه احنا خلصنا محاضرتنا لليوم.